مناحد خلنا نطلب مناحد دام انه برا يا رجال ما عينت لي خياط كويس حق 15 يوم هذه عندي توجيه انا ماسك المايك مناحي لا تلمي ما ادري انت وينك لكن اذاك بالحفر تخبر يوم انك استاذنت ورحت الحفر وجبت لي شغله جيب لي نفسه مره ثانيه بيض الله وجهك اتمنى الرساله هذه توصل لمناحي تبون انتم شغله ابو بلاح نفس شغلتي وانت عارفها جيب لي معه عاد زودها عاد انت جيب اللي جبته ذاك اليوم يوم انك داش له تحت الشنطه هيا بعد روحي لا تنسى ابو احمد ابو احمد لا تنسى نفس الشغله حق ابو بلاح طحينيه والرسالة هذه المناحي ضروري جدا جدا اصبر حطنا صحنين حلا يا طحينية لا طحينية انا وايدين ابلح ما ابي خلصت والله حطنا طحينية علبتين علبتين كبار وصحنين حلا اثنين حقنا والقهوة موجودة والتمر سكر كذا لا تذكرت المنطقة تمر سكر بس سكر بسم الله عليك زين فرقصي هو يجيبها معنا شلون تخلي الواحد يقوم مناحي شكله ما براجع يا عيال مناحي شكله ما براجع طلبات واجد طلبات رواجي يمكن كنسل ما تسوى عليه مناحي في معك دفتر تعلمني انجليزي شلون تعلم انجليزي علمني حروف انجليزي ها مساله اي بي سي دي ما اعرف ايش قالها اعرف اساميها عند احداث اليومين اي اللي تقول برجيفل اي رحت اعرف واعرف ابو بطن ابو بطن اعرفه هذا دي دي وبي بطنين بي بطنين بعد وي اللي يصير اللي من اللي تقول مفك عجل سولف له من داخل عشان الصوت ما يطلع كله قايل كذا من بلج قلت لجنه وذاك المطعون شو اسمه كيو 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 مطعون المساهم والثاني شو اسمه كي كي ليه اللي قايل كذا كي اي والله اللي قال كذا اي تقول واحد يلعب جنب بعض اسوي حشوه واسوي كان مسوي كذا ضارب بيته قطيع عصب سوينا كي يا عزوز سوينا كي 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 اعرف كذا بدوخه ها ليه ما يقدر على الهو مشيت